لكم أجمل ترحيب، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، أجدد لكم التحية مرة أخرى بانطلاقة أشواط الأصالة والتراث ضمن فعاليات المحلي الأول بيومه الخامس. نتواصل باندفاعة هذه الأسماء والشعارات والأعداد الكبيرة التي تشارك في هذه المنافسة. شوطنا التاسع مشاهدي الكرام للجداع البكار والأربع كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء المميزة واللامعة دائما الحاضرة التي تريد أن تتوج بناموس ونقطة ثمينة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نبدأ بعد المراكز ومع الصدارة مباشرة أول الأسماء أتابع القادمة والحاضرة. هنا إثارة لخالد بن سعيد بن حمد الفسل المري شعار بسحيم، حاضر وهو حاضر ومتميز دائما كعادته، يقدم هذه النوعيات الجميلة في هذه المنافسة المشرفة. كما أرى شعار اللورد شعار هجن السيلية الحاضر دائما، تتقدم نبأ لهجن السيلية في هذا التحدي الكبير، تتواجد على المرتبة الثانية، تتسلل بدورها على المركز الأول المركز الثالث. أتابع شعار بن عقيل حاضر مع الشايبة محمد بن طالب بن عقيل، يتواجد في هذه اللحظات بتواجد الكبار والعمالقة، أسماء ثقيلة متواجدة في هذه المنافسة المميزة. شعار بن جهويل أحد الخبراء ايضا غادم وحاضر في هذه المنافسة المميزة. هنا فرق او شعار علي بمحسب الراشد بمحسب بن انديلة هو من يحتل المركز الرابع الذي تسلل الى المركز الثالث مع فرق المتواجدة في هذا التحدي. نتابع التسلل الى المركز الرابع، هنا الدوحة علي بن عبد الله بن محمد بن يحيى المري يتواجد على المرتبة الرابعة المركز الخامس. المركز الخامس وتابع فتون راشد بن محمد بن ناصر بن لخن المري يتواجد في المرتبة الخامسة. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى للخمس الأسماء المميزة الحاضرة التي تريد أن تتوج بناموسي هذا الشوط. نرى أسماء والشعارات كبيرة مميزة لها صولات وجولات في هذا العالم الساحر، أسماء مميزة، أسماء أيضا لها إنجازات كبيرة وشعارات لامعة حاضرة في هذا التحدي في هذا الصباح المميز. نستمتع ويستمتع محبي وعاشقي هذه الأصالة يتابعون هذه المنافسة بكل شغف وإثارة. نتابع التحدي، نتابع هذا المسار، نتابع التغيرات والأعداد الهائلة التي تشارك في هذا التحدي الكبير. نعود مباشرة مع البداية، نعود مع البداية. أول المراكز الدوحة، الدوحة على المركز الأول علي بن عبد الله بن محمد بن يحيى المري على المركز الأول تسلل مباشرة. المركز الثاني أتابع القادمة والحاضرة في هذه اللحظات صاحبة الرقم 68 ليس مدونة لحظات ونوافيكم بها، ولكن نتابع هجن السيلية مع نبى الشعار الكبير الحاضر الذي دائما متواجد شعار بسحيم شعار المدهوشي المدهش حاضر ومتواجد في هذا التحدي الكبير بتواجد واندفاعة وانطلاقة أوزان سالم بن عامر بن راشد المدهوشي تسلل من المركز الثالث إلى المركز الثاني. المركز الرابع، المركز الرابع عثارة خالد بن سعيد بن حمد الفسل المري يتقدم بهذه اللحظات شعار الصارب بن برقان، أسماء كبيرة مميزة. موارد محمد بن بخيت بن برقان يتقدم مع موارد على المركز الرابع بهذه اللحظات. المركز الخامس وتابع القادمة هنا والحاضرة أقدار لخالد بن حمد بن صالح القمرة. نتابع هذه الأسماء مع الكيلومتر الأخير، مع الكيلومتر الخطير، شعارات العمالقة والكبار، شعارات الخبراء، شعارات المميزين في هذا العالم الساحر حاضرة بقيادة بن يحيى الذي هنا يسيطر على زمام الأمور. الدوحة على الصدارة علي بن عبد الله بن محمد بن يحيى المري، ولكن الصارم غادم مع موارد وموارده المميزة كما دائما يورد لنا هذه النوعيات الفريدة في هذا العالم الساحر. محمد بن بخيت بن برقان هنا يتقدم مع المركز الثاني.
الثاني، المركز الثالث نرى شعار بن قمره بن جهويل حاضر ومتواجد في هذا المسار، جلاده سعود بن صالح بن حمد القمره ولكن المدهوشي على المركز الرابع، ولكن نعود مع صارم موارد 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 بن برقان بن برقان يقدم الاسماء المميزه، شعار الظبي شعار شعار ظبي صاحبات الشلفه في العام الماضي يتقدم هنا مع موارد، احد موارده المميزه، احد نوعياته الفريده، احد اصايله المميزه. سلام للصارم على هذا التحدي الكبير، على هذا الاداء المميز. تهاني لبن برقان، تهاني لمحمد. جود مورنينج يا صارم، جود مورنينج، ونهنيك على هذا الفوز والانتصار لمحمد بن بخيت بن برقان بفوز موارد وتحقيقا للانجاز المركز الثاني. جاءت جلاده لسيد سعود بن صالح بن حامد القمره المركز الثالث، مركز الثالث الدوحه علي بن عبد الله بن محمد بن يحيى المرلي المركز الرابع، مركز الرابع عوزان سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي المركز الخامس، المركز الخامس اشتعال مبارك بن محمد بن حمد بن عبد الله الخليفه. هكذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل تابعتم معنا المنافسه في هذا التحدي الكبير، فكانت موارد حاضره متوجه بناموس هذا الشوط، 6 دقائق 10 ثواني 69 جزء من الثانيه، تهاني وناموس للصارم محمد بن برقان على فوز موارد وتحقيقها للانجاز، بدايه موفقه في هذا الموسم يا ابو بخيت. المركز الثاني جلاده 6 دقائق 11 ثانيه 55 جزء من الثانيه، تهاني وناموس لسعود بن صالح القمره ونهني حمد بن صالح بن جهويل المتابع لهذا الشعار، المركز ثالث الدوحة 6 دقائق 11 ثانية 83 جزء من الثانية، تهاني وناموس لعلي بن عبد الله بن محمد بن يحيى على فوز الدوحة في المركز